والحرمان ظاهر على كثير من الناس، والتفريط كبير، وسوف يندم المفرط ولا تساعة من دم، لأن هذا وقت الزرع. فإذا فرط الإنسان في هذه العبادة وفرط في غيرها ولم يبق له إلا الفرائض، من أين يكمل الخلل الواقع في هذه الفرائض؟ وإذا لم يكن له نصيب من ورد بالليل قيام وذكر وتلاوة، ففي الغالب لا يعان على تكميل الفرائض. نعم، جاء في حديث الأعرابي الذي سأل عن شرائع الإسلام وأقسم أنه لا يزيد على هذا ولا ينقص، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. لا يمكن أن يوجب أحد غير ما أوجبه الله جل وعلا، ولا يأثم الإنسان بترك السنن، لكن هذه السنن تكمل له النقص في الفرائض وتعينه على الإتيان بها، لأنه إذا فرط بالمستحبات دب إليه العجز عن الواجبات. وقل مثل هذا في من استرسل في المباحات، فإنه لا يأمن أن يرتكب المكروهات، ثم بعد ذلك قد تطلب نفسه المباحات فلا تجدها وقد مرنت عليها، ثم تطلب المكروهات فلا تجدها، يضطر بعد ذلك إلى ارتكاب بعض المحرمات. ولذا عرف عن كثير من السلف أنهم تركوا كما قال بعضهم 9 أعشار الحلال خشية أن يقعوا في الحرام. فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه إيجادا وتركا، فيحرص على إيجاد العبادات المتنوعة.